لا يزال مسلسل احتجاج المحامين الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح مستمرا في يومه الثالث أمام محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، رافعين شعارات ضد المذكرة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطات القضائية، والتي تقضي بإلزام المرتفقين والموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم. وقفتنا ليس ضد تطبيق القانون، ولكن أول ما ندعو إليه أن تفك الأغلال عن محاكمنا، أن تفك الأغلال عن رحب العدالة، أن تفك الأغلال عن محراب العدالة. ثانيا ما نطالب به، نحن مع الأمن الصحي للمواطنين، نحن مع الأمن الصحي للمواطنين، ولكن لسنا ضد الأمن الصحي للمواطنين، ولكن نحن نقول لا لتقييد الدخول إلى المحاكم. المحاكم مثلها مثل المستشفيات، الدخول إليها يتعين أن يكون حرا لصوت المواطن للدفاع عن حقه. هذا موقفنا وسنظل ثابتين عليه. اليوم كاينين هنا على اساس عندنا اضراب، حنا اليوم الخميس وغدا الجمعه، ولكن جينا نحضروا مع الى جانب المحامون في اطار التنسيق على المستوى المحلي اللي درنا مع السيد النقيب. والحق في الولوج الى العداله والى مرفق العداله حق لكل مواطن، حق لكل موظف، حق لكل محامي، دون الادلاء بجواز الجواز الصحي اللي يتنافى مع الدستور، يتنافى مع حقوق الانسان، يتنافى مع المواثيق الدوليه. والمعركة ديالنا مازال مستمرة إن شاء الله، ملي غنساليو هاد الإضرابات إن شاء الله يوم الجمعة غادي يكون عندنا بلاغ على المستوى الوطني وغيتصدر بلاغ. الجسم الإعلامي بجهة سوسمسا شارك بدوره إلى جانب المحامون في هذه الوقفة الاحتجاجية، وتأتي هذه المؤازرة في إطار الدفاع عن المحاكمة العادلة وعن حقوق المواطنين. اليوم يشارك الجسم الإعلامي بسوس من خلال النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها هيئة المحامين بالمحكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الثلاثي للمذكرة الثلاثية التي تجبر المحامين الولوج المحاكم والإدلاء بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح. نعتقد أن الصحفي هو الأقرب مهنة للمحامي، وتآزره يأتي في إطار الدفاع على المحاكمة العادلة أولا، دفاع على حقوق المواطن في التقاضي، دفاعا على حقية المحامي في الولوج للمحكمة. هذا القرار نتاع الدولة المغربية والرد الفعل نتاع المحامين غادي يأثر سلبا على القضاء وعلى المتقاضين، وغادي أثر أيضا على العديد من القضايا اللي كانوا مجموعة تاع الناس تنتظروها الإنصاف ديالهم من طرف العدل. فاليوم المحامي إلا ما تيوقفش مع الزبون ديالو فبالتالي يلحق به ضررا، خصوصا أن العديد من الجلسات ما توقفتش بقات مستمرة، وهذا غير طبيعي. واعتبر المحتجون أن قرار فرض جواز التلقيح يعد تقييدا غير مبرر لحريتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا. للأسف هاد الدورية الثلاثية كما شفتوا جميع واحد الحدث اللي عمره موقع في التاريخ، أنه ولات السلطة التنفيذية نقدر نقولوا ورطات السلطة القضائية اللي المفروض فيها الحياد وتمنع، ولات عسكرة المحاكم، واحد الوضع اللي لا يمكن للمحامي كإنسان حقوقي وحامل رسالة نبيلة أنه يسكت عليها. وإحنا اليوم في اليوم الثالث وباقي تعنت للأسف، رغم أنه على المعنيين بالأمر ومن باب الفضيلة. الخطأ كيورد كيقع فيه الإنسان، ولكن كان يجب عليهم من باب الفضيلة التراجع على هذا القرار. يشار إلى أن هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير وقلميم والعيون قد أعلنت عن مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم داخل هذه الهيئة، وستستمر في النضال حتى يتم مراجعة القرار الثلاثي حسب تعبيرهم.